وللمزيد حول انتهاكات ميليشيا الحوثي في اليمن ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس مركز يمن صالح الجبري. أهلا بك معنا أستاذ صالح. أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ صالح. اتهامات لميليشيا الحوثي في اليمن بإعدام عدد من الأسرى من القوات الشرعية في محافظة الحديدة غربي البلاد، كيف تقرأ بداية تمادي ميليشيا الحوثي في انتهاكاتها بقتل الأسرى وهو كما تعلم أمر محرم دوليا؟ شكرا جزيلا. ليس بجديد على هذه الميليشيات الإجرامية التي انقلبت على الشرعية في اليمن عام 2014 أن تقوم مثل هذه الجرائم المنافية للأخلاق والدين والعرف والاتفاقات الدولية والقانون الدولي أيضا. وبالتالي ما شهدنا من الشيء الجديد أنه تم سحل هؤلاء كما جاء في كثير من بيانات المنظمات المحلية، سحل الجنود الذين كانوا يعني بدون سلاح، يعني للأسف الشديد كانوا بدون سلاح لأنهم يعني خرجوا من معسكراتهم بعد أن أعلنت بعض القوى الخارجة عن الشرعية وهي متمثلة بما يسمى طارق صالح الذي قال بأن على الجيش أن ينسحب ويسلم هذه المنطقة لميليشيات الحوثي، فاستجاب الجنود والبعض طبعا عرف بأن هناك مؤامرة. استغل الحوثي مثل هذه الفوضى وأعدم مجموعة من الجنود اليمنيين وتكلم عن ذلك وسائل إعلام كثيرة. هذا هزت مشاعر اليمنيين في الداخل ووضحت مدى الجرم الذي تقوم به هذه الميليشيات التي لا تراعي القيم والأخلاق حتى في الحرب. في الحرب في أخلاق للحرب، لكن هذه الميليشيات لا تعرف لا في الحرب ولا في السلم، بل تفجر منازل الخصوم وتفجر المساجد وتفجر دور القرآن الكريم، ليس أمامها شيء. يعني حرام. هذه ميليشيات هي نفس الميليشيات. طيب ما هي الرسالة التي تود هذه الميليشيات؟ ماذا تحاول؟ ما الذي تحاول أن تفعله هذه الميليشيات؟ وما الرسالة التي تحاول إيصالها؟ هذه ميليشيات ليس لها أخلاق، هي تريد أن ترسل رسالة بأن كل من يخالف هذه الميليشيات سيكون مصيره الإعدام. هي تريد أن ترسل رسالة إلى مقاتليها المنخدعين والمغرر بهم الذين يعودون بالمئات من جبهات مأرب في الأكفان وقتل. يعني هؤلاء يعني يخدعوا بهذه الصور وبهذه الأخبار وتريد أن تثير الرعب. هذا الرعب فعلا يعني انعكس سلبا على العوائل والأسر التي نزحت. أكثر من 50,000 أسرة نزحت بعد أن سمعت بدخول ميليشيات الحوثي إلى هذه المناطق التي كانت تحت قيادة القوات المشتركة وهي التابعة للإمارات. نزحت كثير لأنها تعرف أن الحوثي ما دخل قرية إلا أفسدها وارتكب فيها الجرائم. وبالتالي نحن كيمانيين لا نستغرب مما تقوم به ميليشيات الحوثي، فقد عملت ما هو أفظع من هذه الجرائم. نعم، يعني كيف تقرأ أيضا استغلال الحكومة الشرعية أو استثمار الحكومة الشرعية لهذه التصرفات من قبل الحوثيين لإيصال رسالة للمجتمع الدولي بأن هذه الميليشيات فعلا هي ميليشيات إرهابية ديدنها القتل والسحل وتعذيب الأسرى؟ أيضا وزارة حقوق الإنسان هي تقدم وقدمت ملفات فيما يتعلق بجرائم ميليشيات الحوثي منذ 2014، فيما يتعلق بالقتل، فيما يتعلق بتسجيل المنازل، فيما يتعلق باستخدام واستغلال الأطفال الصغار وزجهم في الحروب. هي تقوم بالدولة، لكن ليس بذلك الدور المطلوب الذي نأمل. لكن هناك منظمات محلية، هناك منظمات يعني دولية تطلع، هناك منظمات يديرها يمنيون في أمريكا وفي بريطانيا تعري مثل هذه الجرائم التي تقوم بها ميليشيات الحوثي. ولكن هذه الميليشيات لا تراعي ولا تسمع لأي تهديدات لا من منظمات محلية ولا من منظمات إقليمية ولا دولية. هذه ميليشيات يبدو أنها تشعر بأن لديها ضوء أخضر للأسف الشديد من الأمم المتحدة ومن الدول الغربية بأن تعمل ما تريد وتعبث بما تريد، ولكن اليمنيين وهو الأهم
قد فقهوا لهذه الميليشيات، وهم يدافعون الآن في كل محافظات اليمن ضد هذه الميليشيات للتخلص منها. نعم سيد صالح، هل ترى أن هذا الضوء الأخضر الذي تحدثت عنه من قبل المجتمع الدولي لهذه الميليشيات هل لا زال مستمرا؟ هل يعني يتلقف المجتمع الدولي تصرفات الميليشيا يعني بالتغاضي، أم أن هناك موقف جدي الآن من قبله؟ يعني ماذا نسمي الآن؟ والحوثي يحاصر الآن أكثر من 3 مليون نازح داخل مدينة مأرب، والعالم الغربي يتكلم فقط عبر الإعلام وعبر الممثلين الدوليين لليمن بأن هذا هناك مخالفة وهناك مجازفة من قبل الحوثيين وهناك ارتكاب الحصار والتجوع ما إلى ذلك، لكن لم يتحول هذا الكلام إلى الواقع. سمعنا قبل أيام أن مجلس الأمن يعني أعلن 3 من مجرمي سماهم مجرمي الحرب في قيادة ميليشيات الحوثي. لماذا لم يستخدم الطيران مثلا الأمريكي طيران بدون طيار لاصطياد أو قتل هؤلاء المجرمين الذي سماهم يعني مجرمي حرب ودخلوا في قائمة الإرهاب العالمية؟ يعني لماذا لا يتحول هذه القرارات وهذا الكلام إلى واقع عملي؟ للأسف الحوثي لديه يبدو لديه ضوء أخضر أو يعتقد ذلك، وكأن العالم يقول له أسرع في استكمال ما تبقى من المدن التي ما زالت تحت طرد الشرعية. في هذا الإطار أستاذ صالح، هل تعتقد أن المجتمع الدولي يحاول تجميد الملف اليمني لتبيان ما الذي سيجري في الملف النووي الإيراني؟ وهذا ما ذكرته معكم قبل فترة، أنه للأسف الملف النووي يعني أصبح اليمن هو كبش فداء، ويستخدم الحوثيين كما نعلم وكما نعلم جميعا هم أداة بيد ميليشيات بيد إيران، كما هو الحال في حزب الله وكما هو الحال في الميليشيات العراقية الشيعية التابعة لإيران. هو الآن يستخدم في الملف النووي، وكأن هناك في مقايضة الآن بأنه يعني أكملوا لكم السيطرة في اليمن وتنازلوا عن الاتفاق أو الملف النووي هنا وهناك. في الأسف الشديد هناك استخدام سيء للملف اليمني، لكن الجيش اليمني والمقاومة الشعبية والقبائل في اليمن هي التي ستلخبط هذه الأوراق وستعيد المشهد اليمني إلى الصدارة، لأن الحوثي لم يحقق أحلامه في إسقاط مدينة مأرب، وله الآن أكثر من 10 أشهر وهو ما زال على يعني بعد أكثر من 50-70 كيلومتر عن مدينة مأرب، وكان يظن أنه سيدخلها خلال 3 أيام، ويظن أن العالم سيوافق له وسيمنحه الموافقة على السيطرة على اليمن، لكن اليمنيين في مدينة مأرب وغيرها خيبوا آمال ميليشيا الحوثي ومن تتبع أو يدعم ميليشيا الحوثي. نعم، إذن كنت ضيفا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس مركز يمني يمن صالح الجبري، شكرا جزيلا لك.